حدثني محمد بن يوسف حدثنا ابو اسامه حدثنا زكرياء بن ابي زائده عن ابن الاشوع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشه رضي الله عنها فاين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قالت ذاك جبريل كان ياتيه في صوره الرجل وانه اتاه هذه المره في صورته التي هي صورته فسد الافق